أهلا بحضراتكم مشاهدينا مرة تانية. في فقرتنا دي هنتكلم عن العاصمة الإدارية الجديدة، وهنعرف كل الجديد اللي موجود في المدينة دلوقتي مع ضيفنا اللي هو دكتور مهندس أحمد فهمي فرج، مدير عام شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية. مساء الخير يا فندم. اهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين. يمكن كل الناس بتتابع، واحنا كمان بنتابع مع حضرتك دايما، كل جديد في العاصمه الاداريه الجديده، بس حضرتك قول لنا النهارده العاصمه الاداريه الجديده وصلت لفين؟ الحقيقه العاصمه الاداريه ما بتتوقفش عن الجديد فيها كل يوم، صحيح، بس اقدر اقول النهارده ان احنا بقى عندنا الحكومه بكامل هيئتها، وزارات وهيئات تابعه وهيئات مستقله بقت موجوده في العاصمه الاداريه. بقى عندنا أكتر من 41 ألف موظف بيرتادوا العاصمة يوميا. الوزارات كلها نقلت، الوزارات والهيئات التابعة والهيئات المستقلة نقلت وبدأت تمارس فعلها عمليا في العاصمة الإدارية. إيه اللي موجود النهاردة في العاصمة الإدارية الجديدة وصلنا له لحد النهاردة الناس يعني ما تعرفش عنه حاجة أو ما شافتوش؟ يمكن إحنا بنتكلم كمان على المرحلة الأولى. تمام. خلينا أقول أني عشان أنا أقدر أستقبل 41 ألف موظف، ففي جيش من المهندسين والفنيين والمختصين عشان توفير كل مصادر الخدمات المطلوبة لل 41 ألف دول على الأقل. صحيح. فخلينا نقول دلوقتي أن الخدمات من ناحية المرافق مستكملة بنسبة 100%. احنا تأكدنا ان احنا بقالنا فترة طويلة بنستلم المباني من الجهات اللي نفذت، فكنا لازم نتأكد ان مثلا، مثال بسيط جدا، مية الشرب مثلا دي على اعلى مستوى من الجودة، والكلام ده اصدنا فيه الجهة الرسمية الوحيدة في الدولة وهي الطب الوقائي في وزارة الصحة، اكدنا على الكلام ده، اكدنا على مصادر الكهرباء وعدم انقطاع التيار الكهربي، اكدنا كمان على مصادر المياه المثلجة اللي هي بتديني التكييف للمباني، اكدنا على المواصلات والمواصلات الداخلية. خليني اقول لحضرتك اسبكت مهم جدا، ان في بعض الوزارات طلبت ان احنا نستبقي بعض الاتوبيسات في المواصلات الداخليه عشان الموظفين هيقعدوا بعد ساعات العمل، وفعلا حققنا لهم الطلب ده. فكل الخدمات بقت متواجده، فضلا عن الكلام اللي اتكلمنا عنه قبل كده، توفر الخدمات من محلات والخدمات يعني الاخرى. يعني النهارده 41 موظف، 41 ألف موظف، بعتذر، بيروح العاصمه الاداريه كل يوم. كل يوم. تمام. موجود بقى خدمات كتير قوي زي مطاعم، محلات، كل الخدمات اللي هم بيحتاجوها في البريك بتاعهم، يومياتهم موجوده. الحقيقه ده بقى الافري داي روتين بتاع الموظف، ان هو ممكن ينزل من 12 لواحده ياخد الكوفي بريك بتاعه في الان ايه، لان هو قريب من الوزاره بتاعته. والحقيقه شفنا الكلام ده واحنا بنبقى مشاركينهم، لان احنا دايما بنبقى متواجدين معاهم نحل مشاكل لو في عند المحلات دي. لو الكلام ده يشمل صيدليات ويشمل محلات مطاعم تجزئه ومطاعم وكافيهات وحاجات كتير جدا، حضانات موجودة وغيرها من الخدمات الضرورية لعمل العاصمة الإدارية. هل في خدمات تانية موجودة هناك دلوقتي في العاصمة؟ الحقيقة احنا لو اتكلمنا على الخدمات الحكومية، يعني الشهر العقاري مثلا. الحقيقة الشهر العقاري احنا وزارة العدل نسقنا معاهم، وفي مبنى جيد جدا اختاروه هم الشهر العقاري عشان اعمال الشهر والتوثيق، واحنا شركة العاصمة قدمته بدون مقابل عشان احنا عايزين نحقق الخدمة دي لقاطني ومرتادي العاصمة الإدارية. صحيح. تمام. واحنا بنشطبه لهم دلوقتي، ان شاء الله خلال شهر هيكونوا استلموا مننا المبنى، بس ما سكتناش الحقيقة. وزارة العدل مشكورة قدمت لنا دلوقتي عربية شهر عقاري متنقلة موجودة قدام وزارة العدل يوم الأحد والثلاث وخميس من الساعة 10 للساعة 4، ثلاث أيام في الأسبوع بتخدم تعمل على كل إجراءات الشهر والتوثيق. فتقدر أنت لو أنت في العاصمة الإدارية دلوقتي هتلاقي هذه الخدمات موجودة تمبراري لمدة الشهر ده، لحد ما إن شاء الله نقدر يستلموا المبنى الدائم ليهم. المعلومة دي يا سيادة اللي هو بتوصلوها إزاي للمواطن أو اللي يعني بيروح النهاردة العاصمة الإدارية؟ هو إن النهاردة في عربية موجودة ثلاث أيام في الأسبوع، هم بيوصلهم المعلومة إزاي ولا بيعرفوها من كتر ما هم بيترددوا؟ احنا عندنا عدة وسائل، لأن احنا عندنا الويب سايت بتاعنا، لو دخلنا على شركة العاصمة الإدارية الويب سايت بتاعنا بننزل فيه كل نيوز بوليتن دي، بنقول إن احنا عندنا الحاجات دي موجودة. موجودة عندنا دلوقتي على السمارت بولز، الأعمدة الذكية اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده، بننزل عليها المنشورات دي لأن دلوقتي اشتغلت وانتظمت مع مبنى إدارة العاصمة، فبننزل الحاجات دي عليها، إلى جانب إن احنا بنحط منشورات على الناس اللي بترتاد شركة العاصمة عشان تقديم الجوابات بتاعتها للطلبات المختلفة، فالناس بتعرف وبتروح فعلا. بدأنا وممكن في مرة نروح نتفرج على العربية المتنقلة بتاعة الشهر العقاري دي ونصور معاها. حاجة جميلة جدا. تقدم خدمات جيدة للمواطنين. حضرتك قلت لي إن هم كانوا طالبين معايير في المبنى بتاع
بتاعهم، معايير مخصصة. الحقيقة هل نقدر نقول ان السمارت والحاجات اللي موجودة النهاردة في العاصمة الإدارية هتفرق، يعني بطلبهم كمان ان هم عايزين معايير محددة؟ هو طبعا خلينا نقول ان الشهر العقاري نظرا لخصوصية وطبيعة اداء الجهة دي بالتحديد، هما بيفصلوا بين الشهر عن التوثيق، ولازم يبقى الاركايف بتاعهم مختلف هنا عن هنا. فاحنا حققنا لهم كل طلباتهم، وتشطيب على اعلى مستوى هنقدمه هدية للمواطن مرتاد ومستخدم العاصمة الإدارية. صحيح. طب والمركز التكنولوجيا سيادة اللواء؟ المركز التكنولوجي ده ببساطة هو اللي المفروض هيتلقى الطلبات من المواطنين اللي عايزين يقدموا على عدادات، اللي عايزين بعد كده يقدموا خدمات مختلفة في العاصمة. مفروض ان هيقوم بالدور ده هو مبنى السيتي اوبريتنج سنتر اللي هو السي او سي، المبنى الكبير اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده. ده تبع وزارة الاسكان صح؟ لا يا فندم، ده تبع شركة العاصمة، لان شركة العاصمة هي اللي بتقدم الخدمات دي، هو احد المباني بتاعتها. انما احنا عشان في مواطنين ارتادوا دلوقتي وسكنوا في R3 اللي هي المقصد، فاحنا فتحنا مركز صغير عشان تلقي الطلبات دي، عشان ما نجهدش المواطن يجي من R3 لحد مبنى سي او سي، لحد ما احنا بنسابق الزمن الحقيقه عشان ندخل مبنى سي او سي في الخدمه، باذن الله قريبا هيدخل خدمه باذن الله. احنا عايزين نعمل زياره قريب للسكان اللي نقلوا، علشان حقيقي في ناس كتير قوي مش مستوعبه ان حقيقي في دلوقتي ناس عايشه في العاصمه الاداريه الجديده. حضرتك في كم حد عايش في العاصمه الاداريه الجديده احنا دلوقتي؟ عندنا يعني مقيمين فعلا في حي المقصد، وعند بعض المطورين العقاريين اللي فعلا دخلوا العدادات. انما خلينا ما نقولش كام واحد عايش، خلينا نقول في كام واحد قدم ودخل العدادات بتاعته فعلا. احنا عندنا اكتر من 7000 عداد تم تركيبهم في الوحدات الخاصه للساده المواطنين المقيمين في العاصمه الاداريه، واحنا منتظرين ان مع موسم الصيف بعد انتهاء امتحانات الثانويه العامه وظهور النتيجه ان شاء الله، فبنهايه الصيف ده يعني ونهايه السنه دي ان شاء الله متوقعين عده الاف من المواطنين هيكونوا موجودين في العاصمه الاداريه. يعني نقدر نقول على بدايه السنه الجديده هيبقى في مواطنين كتير جدا، او يعني جدا عدد كبير ساكن في العاصمه احنا الاداريه. احنا متوقعين الكلام ده، لان مفيش حد هيجي يركب عدادات عنده في وحدته وهيسيبها، هو هيجي عشان ينتقل الى العاصمه الاداريه انتقال فعلي باذن الله. هل احنا عارفين كم حجم الناس اللي بتتردد على العاصمه الاداريه الجديده النهارده غير الموظفين؟ الحقيقه احنا عندنا احنا زي ما قلنا ال 41,000 موظف اللي هم بيجوا يوميا دول، على الاقل في قدامهم 10-15,000 مواطن بداوا يجوا اليومين دول عشان يشوفوا الخدمات بتاعتهم اللي بتقدم العاصمه. انما احنا مستهدفين ان كل خدمات الحكومه زي ما قلنا قبل كده تبقى كلها مميكنه، ويقدر المواطن ان هو يحصل على كل الخدمات دي من غير ما يجي. هو ممكن يجي عشان بعض الخدمات اللي لازم يجي فعلها، انما احنا مستهدفين ان تبقى الخدمات كلها محوكمه ومميكنه. المواطن ما فيش داعي ينتقل يجي للعاصمه الاداريه. صحيح. احنا الفتره اللي فاتت شفنا حفلات كتير في العاصمه الاداريه الجديده، يعني حضرتك كلمنا عنها. شهر 6 كان في كذا حفلة وكذا وأنشطة أخرى كمان غير الحفلات. والله خلينا نقول إن إحنا استثمارا للنجاح اللي تحقق يوم 8 و 9 في النهر الأخضر في العاصمة الإدارية. إحنا يوم بدأنا كمان فعاليات أخرى في شهر 6، كان عندنا المؤتمر للأطباء الأفارقة وجمع عندنا في ساحة الشعب. يوم 9/7 إحنا عملنا حدث جميل جدا تم برضه في ساحة الشعب، وهو رعاية دوري رابطة المحترفين المصري لكرة القدم. والحقيقة ده حصل لأول مرة عن طريق مطور عقاري أحد شركاء نجاح وأحد شركاء العمل في العاصمة الإدارية. عندنا كمان في شهر 6 عملنا أحداث مسبشة أحداث فنية يوم 21 ويوم 22/6، كان عندنا مسابقات لطيفة جدا. خلينا نقول إحنا عندنا مركز تدريب تكنولوجي محترم قوي، جات شركة تكنولوجيا عالمية اختبرت بعض الشباب المصري الواعد تحت التعليم الجامعي، واختارت منهم 6 عشان يروحوا يعملوا مسابقة في الولايات المتحدة الأمريكية عن تطبيقات مايكروسوفت. يوم 22 شركة إماراتية جت عقدت دورة تدريبية لمدة يوم كامل عندنا، ومنحت أكثر من 300 شاب متدرب في مجال التسويق والتصدير العقاري شهادات. فدي كلها شهادات بتقول ان العاصمة بقت مقصد فني وثقافي ورياضي لكل الأحداث. يعني نقدر نقول ان هي بقت العاصمة الإدارية الجديدة واجهة دلوقتي لمصر وقصاد العالم. الحقيقة احنا عندنا طلبات كتير زي العلمين الجديدة، معلش، هي في شرق القاهرة. صحيح. فهي مدينة العاصمة الإدارية. صحيح. دلوقتي بقت تجتذب الكلام ده. عندنا حدث هتنفذه وزارة الصحة بمناسبة تدشين واستمرار فعاليات مبادرة اللي تم تحت رعاية فخامة
الرئيس 100 يوم صحة، يعقبها يوم 31 احتفالية كبيرة جدا وانتم مدعوين ليها من فضلكم، تعالوا يوم 31/7 ان شاء الله وزارة الشباب والرياضة هتدعو اكثر من 7000 شاب مصري من جميع انحاء الجمهورية لتنفيذ احتفالية شباب مصر. الحقيقة كل دي أحداث بتقول أن العاصمة الإدارية بقت على خريطة اهتمامات المطورين وخريطة اهتمامات الشباب المصري وخريطة اهتمام الشعب المصري بالكامل. طب خلينا نتكلم في موضوع تاني، يمكن الناس كلها عارفة أو يعني في إطار المطورين كان عندهم دايما أزمة في التراخيص في التعامل مع شركة العاصمة. النهاردة ده الوضع ده اختلف تماما. حضرتك ازاي انتوا بتدعموا المستثمرين العقاريين اللي موجودين يعني بيطوروا النهاردة في أرض العاصمة الإدارية؟ الحقيقة في هذا الإطار لازم أقول إن إحنا الأول صلحنا منظومة العمل الداخلية، أو عملنا المنظومة بقت أكثر انضباطا وأكثر تحقيقا لطموحات المطور. المطور عايز يجي خلال 30 يوم يكون طلع الرخصة بتاعته. إحنا كنا بناخد الورق من المطور بطريقة يدوية نراجعها ثم نبعتها للجهات الخارجية. الجهات الخارجية اللي هي متمثلة في مركز بحوث الإسكان والبناء، المجمعة العشرية، الحماية المدنية، كل دي كانت جهات بتروح لها هذه الأوراق، وكمان بتروح لجهاز العاصمة باعتباره أنه هو الجهة الإدارية اللي بتستصدر الترخيص. الحقيقة لما لقينا أن الوقت اللي بيستغرقه الورق عشان يروح فترة طويلة يروح لكل من الجهات دي، احنا لقينا ان افضل حل ان احنا نجيب الجهات دي عندنا، واحنا الحمد لله احنا نجحنا ان احنا نجيب الاربع جهات دول عندنا دلوقتي موجودين في شركة العاصمة الادارية، وده الحمد لله وده بشهادة المطورين. بقى الوقت المخصص لاستصدار الرخصة فعلا بقى خلال شهر بنكون طلعنا الرخصة للمطور يستصدرها على طول، يستتبعها بعدها الحفر، بنسمح له ان هو يعمل اعمال حفر الاساسات ثم يكمل المبنى بتاعته، وده سهل كتير جدا على المطورين. يعني في تسهيلات واستثناءات كمان دلوقتي طبعا. خلينا نقول ان برضو يعني يمكن حصريا لحضرتك ان احنا ان شاء الله هنفتتح الوان ستوب شوب اللي هيبقى فيه كل الجهات دي مع ممثلي العاصمة الإدارية، عشان المواطن يجي ما يلفش، ده هو مكان واحد هيلاقي فيه كل الحاجات اللازمة لاستخدام الترخيص، ولو عنده أي استفسارات لخدمة الشباك الواحد بواسطة الاستشاري بتاعه أو بواسطة المطور نفسه. فده إن شاء الله خلال شهر 8 هيفتتح بإذن الله. ده من الداخل. بعد كده احنا الحقيقة المجلس الإدارة خول رئيس مجلس الإدارة صلاحيات في مد فترات التنفيذ وإعادة تقسيط الأقساط المتأخرة دون توقيع غرامات مع المطورين الجادين. فالحقيقة ده الحقيقة أثمر، لأن احنا بنقول أن المطورين هم شركاء نجاح شركة العاصمة. صحيح. في تطوير العاصمة هم. صحيح. الناس حسوا بالكلام ده، والحقيقة تفاعلوا كتير جدا، وده ظهر من رد الفعل مع العملاء عند الشركات دي. بعد ما كان بيجي لنا شكاوي كتير ان في تاخير في الكلام ده، بدات الامور دلوقتي التسليمات تظهر بين الشركات وبين المطورين وبين العملاء، وده الحمد لله اثمر ان في باذن الله ترافيك عالي جدا هيحصل في العاصمه في الفتره القادمه. نقدر نقول ان المطورين نفسهم لما يلاقوا في دعم من شركه العاصمه الاداريه ويفهموا ان النهارده العاصمه الاداريه للتنميه العمرانيه بتفكر ان انت شريكي. نعم. انت جزء مني، فلو حصل لك مشكله النهارده هي هتعود عليا. نعم. فعشان كده النهاردة لازم أقدم لك تسهيلات، يعني أعتقد ده ريحهم كتير. الحقيقة دي حقيقة، وإحنا ما بنتكلمش من فراغ، إحنا بنتكلم مع المطورين الجادين وبنتعامل مع المطورين الغير جادين بأساليب مبتكرة، كل حد له حالته، بنحل حالة بحالة. الهدف من كده ان احنا نحافظ على العلاقة اللي بين المطور وبين العميل اللي راح له ووثق في العاصمة الإدارية، لأن ده دورنا. وناس كتير من العملاء بيقولوا احنا جينا العاصمه الاداريه عشان اسم العاصمه الاداريه مش عشان المطور ده نفسه. صحيح. فاحنا بنحاول نحافظ على هذه العلاقه. صحيح. المواطن عمل انفستمنت معين في وحده هيشتريها في العاصمه الاداريه، فاحنا عايزينه يستثمر هذا الاستثمار ويجي يسكن في العاصمه الاداريه، ده هدفنا. هو بيستثمر علشان العاصمه الاداريه الجديده طبعاً. يعني قبل طبعا المطور العقاري طبعا. ازاي شركه العاصمه الاداريه الجديده النهارده بتنقل خبرتها وبتساعد الدول بره؟ الحقيقة احنا عندنا كوادر فنية يعني جيدة جدا في كل المجالات، هم كانوا جايين من باك جراوندز هندسية مختلفة، وانت عارفة ان الحقيقة المجال الهندسي في مصر متميز جدا، واحنا عندنا دلوقتي لسه مخلصين السد في تنزانيا، وفي دول افريقية اخرى بتحذو حذو تنزانيا في العلاقات مع مصر.
فإحنا ما عندناش مانع إن إحنا ننفتح على أي هذه البلاد، نقدم لها خبرات فنية وخبرات تصميمية وخبرات إشراف على التنفيذ وخبرات كمان في مجال الإنشاء. إحنا مستعدين لأي نوع من أنواع تقديم المعونة والخبرات لأي دولة من الدول الشقيقة والصديقة في أفريقيا وفي غيرها الحقيقة. طب يا فندم، إحنا إزاي بقى بنستفاد من الموضوعات دي؟ خلينا نقول إن الاستفادة الأولى هي إن إحنا بننقل خبراتنا، ودي حاجة بتولد ثقة بين مصر وبين الدول الأفريقية. صحيح. مصر دولة لها ريادة أفريقية من زمان جدا، من وإحنا عارفين الكلام ده حصل وإحنا في أعياد ثورة يوليو، فكلنا عارفين إن مصر كانت رائدة في مجال التحرر في أفريقيا، فإحنا ما عندناش مانع إن إحنا كمان يبقى لنا الريادة في المجالات الهندسية في أفريقيا زي ما كانت وزي ما هتظل إن شاء الله. صحيح. إيه الجديد اللي إحنا هنسمعه عن العاصمة الإدارية الجديدة الفترة الجاية؟ في خطة؟ أنا عايز أعرف الخطة. الحقيقة إحنا متوقفين شوية في أعمال طرح الأراضي الجديدة وطرح الشراكات الجديدة. الهدف إن إحنا بنعمل زي ما كان تفضل قبل كده رئيس مجلس الإدارة وقال إن إحنا بنعمل المخطط العام للمرحلة الثانية والثالثة والرابعة، اللي إحنا قلنا إحنا بنشتغل في المرحلة الأولى بس، فده هيأتي متزامن إن شاء الله مع طرح الأراضي المتبقية في المرحلة الأولى للمستثمرين والمطورين. بس احنا هنختار اسماء عالمية في التصميم واسماء عالمية في التشغيل، عشان يبقى الهدف من كده ان احنا نجذب خبرات، لان دايما المواطن والكاستمر اللي عايز يشتري حاجة بيجي على الاسماء الكبيرة في مجال التصميم ومجال التشغيل. صحيح. فده اللي احنا بنطمح له في الفترة القادمة، وان شاء الله يعني باذن الله ربنا هيوفقنا باذن الله هنقدر نحصل عليه باذن الله. طيب يعني مع الطرح الجديد ان شاء الله قريب للاراضي، هل في خطة العاصمة الادارية الجديدة حطاها انها مثلا عايزة النهاردة الارض دي تبقى مشروع ترفيهي، ده مشروع خدمي صناعي؟ تأكدي ان الكلام ده موجود في الماستر بلان بتاع المرحلة الاولى، ده موجود فعلا. احنا عندنا في ناس بييجوا يقولوا احنا عايزين نشاط بعينه، احنا بنقول له النشاط بعينه ده موجود في المنطقة الفلانية، فهو بيجي يشوف المنطقة دي. كل دول هم بيدرسوا الكلام ده بطريقة جادة جدا دلوقتي، انما هيبقى فيه ان شاء الله انشطة ترفيهية وانشطة ثقافية وانشطة في مجال المتاحف وفي مجال الجامعات والمدارس كمان في الفترة القادمة، وفي المجال الطبي في ناس كتير جدا جايين عايزين يعملوا شراكات مع شركة العاصمة نظرا للنجاح اللي هم شافوه خلال الفترة اللي فاتت. وقبل كده كان يمكن قال رئيس مجلس الإدارة ان اللي ما جاش اتأخر هو هيزعل وهيندم ان هو ما جاش من بدري. صحيح. انما احنا التسهيلات اللي بتتعمل دلوقتي للسادة المطورين وفي استخراج التراخيص وسرعة استخراج التراخيص ودعم المطورين في الفترة القادمة هيجذب لنا كبار المطورين وكبار المستثمرين. بدأنا نحل التحديات الصغيرة طبعا اللي قابلتنا علشان نقدر ان احنا نوفر للمستثمرين الجدد كمان. حابة أسأل حضرتك سؤال شخصي. يعني النهاردة حضرتك موجود في العاصمة الإدارية الجديدة بقالك سنين وشايفها وهي بتتبني، ويعني طبعا حضرتك مشارك فيها مشاركة كبيرة قوي على الأرض. شايف يعني على المستوى الشخصي إحساس حضرتك إيه؟ رأيك إيه في الإنجاز اللي إحنا وصلنا له النهاردة؟ يعني إحنا كمان خلينا نقول إحنا في بداية الحلم، لأن في مرحلة تانية وتالتة ورابعة. الحقيقة يعني اسمحي لي إن أنا أقول إني أنا كمواطن مصري أنا كنت محظوظ جدا، لأن أنا قعدت مثلا ما يقرب الخمس ست سنين اللي فاتوا شاركت في عملية إنشاء للكثير من المنشآت الموجودة جوه العاصمة، واحنا شفناها وهي عبارة عن أرض صحراء ما فيهاش ولا حتى طرق ولا حتى مرافق. أنا شرفت بعد كده بالتكليف أن أنا أشتغل مدير عام لشركة العاصمة الإدارية، بقيت أنا أشارك في مرحلة التشغيل الفعلي للعاصمة والتحديات اللي واجهتنا في التشغيل وإحنا بنتغلب عليها كل يوم. فالحقيقة ده حلم جميل جدا لينا للجيل بتاعنا اللي شال هذه الصعوبات عشان نقدمه لأبنائنا والأحفادنا، لأن العاصمة الإدارية هتتطور على مجال سنوات وسنوات، إنما إحنا بنحط مخططات عامة بأيدي عالمية ومصرية عشان نعمل أحسن حاجة لبلدنا إن شاء الله. صحيح. وترقى العاصمة الإدارية أنها تكون عاصمة الجمهورية الجديدة. صحيح. بإذن الله. بإذن الله إن شاء الله. يعني فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الفترة يعني من يومين قال إحنا لازم نلتزم بالسلامة، هل هي بقت زحمة قوي كده يعني يا سيادة اللواء؟
الحقيقة احنا فوجئنا مرة واحدة ان في بقى في احنا قلنا ان احنا في مرحلة تشغيل تجريبي واحنا بنشوف كل لسه الحاجات، لكن لسه ما نظمناش المرور. طبعا يعني مثلا خلينا نقول المرور مثلا الصورة اللي ظهرت وان كانت البعض بيعتبرها سلبية واحنا شايفينها كمان ان هي سلبية، انا بس شايفها صورة ايجابية جدا. خليني بس اطمن حضرتك ان مثلا نظام الاشارات المرورية الالكتروني ما يعرف بنظام الاي تي اس، الكلام ده دلوقتي احنا بنعمل له التجربة بتاعته دلوقتي عشان نسيطر على هذا الكلام بالنظام الاي تي اس. كمان احنا بنتعاون دلوقتي مع عناصر مرور العاصمه، عناصر مرور القاهره عشان ننظم الحكايه. احنا عندنا بعض الاماكن الانتظار السطحيه، فبنقول للناس من فضلكم محدش يركن في الشارع، اتفضلوا اركنوا في الباركنج السطحي، والمواطن هيطلع من الوزاره بتاعته هيمشي لا يزيد عن 50 متر يركب من الباركنج السطحي بتاعه. بنوعي المواطن ازاي بقى يستخدم المنطقه والناس بتتعلم. الحاجه الثانيه كمان احنا دلوقتي بنفعل ان يبقى احنا عندنا عارفين ان كل تحت كل مبنى في 2 بدروم بي 1 وبي 2، تحت كل وزارة، تحت كل 4 وزارات الحياة بيشغل ما يقرب من 800 سيارة، فاحنا مستهدفين ان كل العربيات اللي راكنة بره هتركن في الوزارات، وفي في اماكن للخروج بتوقيتات محددة. فالحقيقة التغلب على صعوبات التشغيل لا يكون الا بالتشغيل الفعلي، واحنا صحيح. عارفين الكلام ده صحيح. كويس. فاحنا كل الصعوبات يعني مثلا احنا زي ما قلت لحضرتك احنا تلافينا كل الصعوبات المتعلقة بالخدمات زي المية والكهرباء والمواصلات والتكييف، احنا بصدد ضبط منظومة المرور والمواصلات الداخلية اللي هي انتظمت جدا. خليني اقول لحضرتك ان احنا دلوقتي بقى عندنا 20 اتوبيس بيعمل الغاز الطبيعي بتشتغل للمواصلات الداخليه. كان انا اشرت في بدايه كلامي ان احنا بنقعد بعض هذه الاتوبيسات لاوقات بعد اوقات العمل عشان الوزارات اللي لسه عندها موظفين تحب تشتغل بعد اوقات العمل. صحيح. انتظروا من العاصمه الاداريه الجديد والجديد دائما، وانتظروا من العاصمه الاداريه ان هي هترقى في الفتره القادمه ان شاء الله ان هي تكون عاصمه الجمهوريه الجديده. ده العاصمه الاداريه حلم واحنا النهارده بنشوفه على ارض الواقع. يعني أنا سعيدة جدا إن احنا دايما بنتابع مع حضراتكم كل جديد، وبشكر حضرتك جدا على وجودك معانا النهارده. أنا متشكر جدا، وأتمنى من منبرك المسموع اللي عنده نسبة مشاهدة عالية جدا أنا أعلم ذلك، إني تاني بندعو كل الناس من فضلكم تعالوا شوفوا العاصمة الإدارية الجديدة بتاعتكم، المواصلات العامة بقت موجودة، من فضلك اركب الـ LRT من محطة عدلي منصور هتيجي تلاقي مواصلات داخلية هتوديك الحي الحكومي، اتفرج على عاصمة جمهوريتك الجديدة وانت هتعرف ان الحقيقة الحلم اصبح حقيقة على الارض. صحيح. مشكرك مشكرك جدا. شكرا يا فندم. مشاهدينا نطلع فاصل صغير ونرجع نكمل مع حضراتكم، خليكم معانا.